شو بعرض النمل هون طلع لي من حيرين بكبر بزغر ايش هذول بزود مثلا كميه احنا هي بزغر وهذا زي ما شايفين وعندك مثلا شو اخرى اشياء عندك زي ما احنا قلنا اذا بدنا نخفي اي جزء مثلا بدي اشوف عن النقطه مثلا بدي اشوف شكله من النص تقسمه من هون بدي اشوف نقطه مش من النص مثلا من هون تقدر تتحكم فيه من هون تيجي هون تضغط كونتينيو وتختار إيه انت شايف بدك تمشيه انا بدي امشي مع البلان اكس زي ما انتم شايفين بمشي مع البلان اكس شاستوا الناس مشيت مع البلان اكس فانتوا لازم تو زي ما انتم شايفين مشيت مع البلان واي فانتوا زي ما انتم شايفين فهمتوا كيف؟ فهمتوا؟ طيب مشيت مع البلان زد مش موجود عندنا اصلا لان هاي ايش؟ 2 دي نفس الشيء بتقدر تعتمدوها بالتالي ممكن نلغي نخلي الجسم على النقطة طبعا مثلا شيء بدي اشوف سكال فاكتور زي ما قلنا بنقدر نضغط على سكال فاكتور من خلال هذه النقاط ونحدد مثلا بديها 100 بديها 150 طبعا باثر على ايش؟ على شكل الجسم شو اشياء ممكن نعرفها مثلا نيجي على ايش؟ على الديفورمد هون بحدد لك الديفورمد مثلا في ايش؟ ديسبيسمنت رينفورسمنت رينفورسمنت طبعا هون رايح عندي زي ما انتم شايفين يعني هو باخذها بالنسبه لنقاط معينه زي ما انتم شايفين خليجي نختار مثلا تقول لي نفس الشيء هذا هذا شو بيعطيك شكله طبعا ليش لان حطينا الحين احنا لازم نعوض هون نحط واحد ابلاي زي ما انتم شايفين لان احنا كثير يعني كبرنا ايش سكيل فاكتور فهون شو بيعطيك مثلا اتجاه اللي هو ديسبيسمنت المسافات شكله وين بيكبر وين بيصغر يعني وين اكثر شيء وين طبعا بوضح لك اياه من خلال مثلا الازرق هو الماكسيمم هذا بيكون المينيمم وهو كله واضح من خلال ايش؟ شكل اذا تكون نتائج البلاغ اللي موجوده على سطح الجسم. شو الاشياء ممكن اخرى تستفيدوا منها؟ مثلا بدي اسوي جسمين مع بعض يا عمر، شو بدي اسوي؟ باجي هون وبعطي التو وبختار مثلا هون وبقول له روح لي على الجوب واعطي لي مثلا نتائج جسم ثاني. نتائج جسم ثاني. يس هاي زي ما انتم شايفين هاي نتائج ايش؟ جسم ثاني. نغير ونشوف شو بدنا طيب بدي اشتغل معها الاثنين شو بدي اسوي؟ تضغط على ضغطه هي هون هاي الضغطه بتخليك تشتغل ان هذا زي ما انتم شايفين هذه برضه معلومه تستفيدوا منها شو هي اشياء ممكن اخرى تستفيدوا منها زي ما احنا قلنا ان هذا برجع الجسم لاصله فانت مثلا هون سكيل فاكتور زياده فانا بدي الغي مثلا هون عشان ارجع سكيل فاكتور باجي على هون واشوف قديش سكيل فاكتور القديم بعطي ابلاي برجع لحد طب ليش؟ بعد هذا لانه النتائج فيه الساعة مش كاملة هذا النتائج فيه كاملة عشان هيك بعطيك الاصل. طيب هون الجسم نفسه فبدي ارجع مثلا اني اشتغل عليه اثنين طيب هون بدي هيك ارجع هيك زي ما انتم شايفين رجعنا الجسم ايش؟ لاصله وهيك متحكم في الموضوع. طيب كيف يا عمر مثلا بدي طلع في طريقتين مثلا بدك تنقل معلومات على عندك على على على, على, على مثلا على على الوورد مثلا انا اول شيء ممكن اجي احط اف 11 كبرنا صح؟ انت ممكن بهذه السهوله بدل ما تروح تقلب حالك وتاخذ وقت طويل بروس تهيض وتعمل هون تختار سبيل وبرضه تسوي النتائج بهذه الصوره انت ممكن برضه تسويها بهذه الصوره تريح على حالك بدل ما تقعد تدور هناك تطلع لك صوره انت ممكن تطلعها هيك وهيك طلعت النتيجه وهي في صوره عندك ونتائج هات خلينا نشوف بشكل عام اف 11 بترجع لك لاصل الجسم وهات خلينا نشوف مثلا كيف هي انت مثلا اطلع شكل حلو مثلا في اشياء ما بتلزمنيش زي مثلا الكتابات تحت بلغيهم برضه الشو ما بيلزمنيش اكبر شيء ما بيلزمنيش هذه الامور كلها ما بتلزمنيش طيب بحط اف 11 طبعا هذا بنقول له باي باي ونيجي على هذا هون ونحط اف 11 نكبر هذا اوكي هذا الاخر ما بيلزمنيش بنرجع هون نشوف الاشياء اللي بتغلبنا عشان ايش؟ طيب برضه هذا ما بيلزمنيش طيب اوكي الحين انا شو بدي اسوي؟ بدي ايش؟ اعرض طيب الحين شفت ان انا هنا مش متناسبات يعني لما اخترت بس معناه برجع اسوي هذا الحاله عشان يصير متناسبات مثلا عندي النتائج بحط اف 11 او من دون اف 11 زين بدك تقدر تكبر بالمناسبه تقدر تصغر طيب ما بدي اياها بسيطه شغله بسيطه اكس بعدين بتروح على الوورد وبتقول له هذا تلغيه وبتقول له بدي اياه يعني مثلا انت ممكن الحين اسهل لك لا تقعد تسوي في صور ولا يحزنون تقعد تطول هناك تدور ومش عارف ايش انت هيك بترتاح
كيف مثلا ممكن اسوي هذا ايش مع بعض؟ ممكن تعمل هيك، اوكي.